النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعا لها بمقر الوزارة بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والسيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعضاء اللجنة وعدد من مسؤولي الوزارة والغرفة. وجرى خلال الاجتماع متابعة المشاريع ذات الاهتمام المتبادل والتي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة السابق، ومنها استعراض سير عمل مركز تسوية المنازعات التجارية الوساطة الذي أطلقته الغرفة في إطار دعم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من حيث الخبرة والتدريب بهدف تعزيز الآليات البديلة في حل المنازعات وديا وخصوصا في المطالبات البسيطة. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين في الربع الثالث لعام 2023. إليكم التفاصيل. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1997 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها المصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 27 من ديسمبر 2023 وتنتهي في 27 من مارس 2024. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.23%، وبلغ معدل سعر الخصم 98.49%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 111%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلن بنك البحرين الإسلامي تصدر 5 من قياداته النسائية في البنك في مراكز متقدمة ضمن تقرير ومناي لأقوى 500 سيدة بالقطاع التجاري الإسلامي لعام 2023، والصادر من قبل مؤسسة كامبريدج IFA المتخصصة بتطوير واستخدام أدوات تحليلية متطورة لتقييم بيانات الأعمال والمؤشرات الاقتصادية وفهم توجهات السوق المتعلقة بتطوير قطاع الخدمات المالية على الصعيد الدولي. ويحتوي تقرير ومن آي مجموعة متنوعة من الفئات تقديرا وتكريما لمساهمات المرأة البارزة في التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم، ويقوم بتسليط الضوء على الأشخاص المتميزين من ضمنهم الأكاديميين ورواد الأعمال والقادة المؤثرين.